رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. حديث جواك عبد الله بن عباس ويصحابي وصحابة أبا النبي صلى الله عليه وسلم بومبيدي عبد الله نتاتاوي عبد الله ني عباس بوننا وصحابة أبا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله تقام بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبكوا الله كان يرينغا يوتر بثلاث يرينغا أسالة ويتري نسورة زينوساتو bithalathi ni batigezi sura satu zino zingi ndo okogera obezi di mhadithi witi ni jibategeza katingenda kuwe chokula bidako tugeza tutalawekhi mramadhani tutalawekhi mramadhani ilakezi satu zisembayo tusara laka mnana ni laka satu zi laka kuminemu katilaki satu zisembayo zinyo gidako laki soka يسمي لانغاكو سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى لكي يكبري قل يا أيها الكافرون لكي يكساتو قل هو الله أحد إلانغا حديثين إلاغا شري السنة وكوليجو سيجا تيكانت بيانو السوما ني شري السنة وفني انفيرا نينجي بوجي كولا وانغا نبنيتي يكوزيسا صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح التلميذ.